مساء الفل يا حبيبي. مساء الخير يا حبيبي. مش هتبطل تضرب الجرس وبعدين تفتح الباب؟ اعمل ايه؟ ما انا بخاف اخش فجأة. تتخضي. ما تخافش يا حبيبي، انا قلبي جامد. على العموم مبروك يا ستي. خير. فتشوا مركب فتح اخوكي ولو نضيف. وبعدين في اللي بيحصل ده كان لازم يقبضوا على الشخص اللي قدم البلاغ الكاذب. طب افرضي بقى الشخص اللي قدم البلاغ ده ما كانش مغرض وعنده ادله، بس الطرف التاني غير خططه. يوه، مش معقول معاك يا علاء، انت كده بكلامك بتتهم فتحي اخويا. يا ستي بقول لك افرضي، انت مش الرساله اللي بتعملها في الاجراءات يبقى لازم تناقش الاجراءات دي كمان يا دكتوره. ايوه كده تعادل في كلامك، بحسبك بتشك فتحي اخويا. كنت هتعمل ايه يعني؟ اولا كنت هخنقك، ثانيا كنت هحرمك من صينيه الكنافه اللي انا عاملاها لك. بموت في فتح اخوكي.